والآن كلمة يلقيها الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فليتفضل. قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، السادة الآباء الكهنة، أبناء الطلاب الفائزين، الحضور الكريم الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية اسمحوا لي أن أنقل لحضراتكم تحيات معالي الوزير الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحرص سيادته على الحضور معكم لولا مواعيد طارئة حالت دون حضور معاليه معنا اليوم. اسمح لي قداسة البابا قبل أن أقرأ الكلمة الرسمية أن أقول الآتي: إحنا في التعليم الجديد وفي النظام الجديد هناك قناعة كاملة بأنه لا يوجد تعليم أعلى من مستوى معلميه، ومن هنا تأتي أهمية التنمية المهنية المستدامة لجميع المعلمين وجميع الكوادر بالتربية والتعليم والتحول من التدريب إلى التنمية المهنية. هذه منطلق مهم ويخص جميع العاملين دون استثناء. الجزء الثاني والأهم في نظام التعليم الجديد وفي الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، لم تعد المعلومات هي الحد الكافي لأبنائنا الطلاب، ولكن تمكنهم من مهارات البحث والحصول على المعرفة وإعداد المواد التعليمية، وبالتالي يتفق ذلك مع رؤية مصر 2030، وهي أن يكون أبناء مصر أو طلاب مصر طفل أو طالب معتزاً بذاته، فخوراً ببلاده، قابل للتعددية، قادر على التنافسية، وهذا لا يأتي أبداً إلا بأن يمتلك أن يكون هناك تعليم جيد لهؤلاء من خلال المسابقات المختلفة وبحيث يمتلك مهارات البحث. على فكرة مش هتقدر تمشي ورا ابنك علشان تظبط له سلوكه، أنت لازم تنمي القيم الذاتية داخله على أنه عشان هو بعد كده اللي يقدر يميز بين هذا وذاك ويمتلك مهارات التفكير الناقد. وده السبب أن احنا بنراعي جداً موضوع تنمية مهارات الطلاب ومهارات البحث والأنشطة. بالمناسبة المرحلة القادمة ستكون الأنشطة تلعب دوراً كبيراً في تنمية القيم لدى أبنائنا وامتلاكهم المهارات. أستاذ عبد الله يعني هو استثمر الفرصة كويس، أنا بقول لحضرتك الحافز المادي وسد العجز في التربية سيتم احتسابها من نصاب المعلم، يعني مش بياخد حاجات إضافية لكن هتحسب من ضمن نصاب المعلم، ودي جزء احنا هنراعيه إن شاء الله، ولو في واخد جدول هيبقى الحافز المادي موجود بمشيئة الله بس يستكمل جدوله، لأن السادة وكلاء الوزراء قاعدين يبصوا لي هم مركزين معايا قوي في هذا الايه في هذا الموضوع. إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عمل مستمر لبناء الإنسان المصري وتزويده بالقيم اللائقة بتاريخه العريق ومستقبله الواعد، فمنذ عام 2018 بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تنفيذ النظام التعليمي الجديد الذي يقوم على القيم وتعزيز المهارات، وكثفت الوزارة من برامجها الهادفة إلى توفير المعرفة الدينية الصحيحة ومحاربة أفكار التعصب والتطرف. ومن أجل تحقيق هذا الهدف المنوط بها تحرص الوزارة على التعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة لنشر الثقافة الدينية الصحيحة والفكر المعتدل وتصويب أفكار الطلاب وتحصينهم من الأفكار المضللة، خاصة أنهم الثروة الحقيقية للوطن. ويأتي التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
والكنيسة المصرية في مقدمة برامج التعاون التي تتبناها الوزارة لتحقيق أهدافها، وهو تعاون وثيق يظهر بوضوح في برنامج تنمية مهارات معلم التربية الدينية المسيحية، وفي مسابقة الثقافة المسيحية التي نحتفل اليوم بتوزيع جوائزها وتكريم فائزيها. إن الثقافة المسيحية مكون الرئيس من مكونات الثقافة المصرية ورافد أساسي من روافد بناء الشخصية الوطنية، لذا كان الاهتمام بتجلية هذه الثقافة في أذهان الناشئة وبيان دورها في صياغة الشخصية المصرية وأثرها في التلاحم الوطني عبر التاريخ من أولويات وزارة التربية والتعليم. لقد أحدثت هذه المسابقة حراكاً ثقافياً هائلاً في صفوف الطلاب والمعلمين، وهكذا أوضح الأستاذ عبد الله في أن حتى طلاب رياض الأطفال والصفوف الأولى يريدوا أن يشتركوا، وهذا حقهم ولازم في مستويات للمسابقة، فأنا معك تماماً، وهذا يؤكد أن نجاح المسابقة وأن في رغبة في الإشراك فيها. وعلى الرغم من ظهور جائحة كورونا خلال فترة تنظيم المسابقة، إلا أن المشاركات فاقت جميع التوقعات، مما يؤكد إقبال الطلاب على الأنشطة المدرسية وارتفاع الحس الديني والثقافي لديهم، وأن أبناء مصر بخير والحمد لله رب العالمين. السادة الحضور، إننا إذ نكرم أبناءنا الفائزين ونقول لهم مبروك بما حققتم من فوز ونجاح، نقول لكل من شارك في المسابقة ولم يسعفه الحظ بالحضور معنا اليوم، لقد فزت بالفعل بما قرأت من كتب وحصلت من علم وبما اكتسبت من مهارات، والفرصة تنتظرك في الأعوام القادمة، فاستعد وعاود المشاركة من جديد. وأخيراً اسمحوا لي أن أتوجه بالتحية والشكر إلى الزملاء من خبراء التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والسادة موجهي عموم أوائل المادة، وإلى أعضاء لجنة التحكيم، وإن أثمن أمام حضراتكم حسن تعاونهم وجهدهم الكبير في سبيل إنجاح هذه المسابقة. كما أرجو أن تسمحوا لي بتقديم وافر الشكر إلى نيابة الحبر الجليل الأنبا هيرمانيا أسقف شرق اسكندرية والمسؤول عن التربية الدينية بالمجمع المقدس، وإلى جانب القس الورع الأب بولس حليم رئيس قطاع التعليم والتدريب بالكنيسة المصرية على ما قدموه من دعم من أجل إنجاح المسابقة. والشكر الجزيل لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على رعايته الكريمة للمسابقة وتسخير إمكانيات الكنيسة لخدمة مادة التربية الدينية من عقد المسابقات ورصد الجوائز للفائزين وإقامة التدريبات لتنمية مهارات تدريس التربية الدينية، فلقداسته خالص الشكر والتقدير. حفظ الله مصر بقيادتها ورموزها وشعبها، وبارك في أبنائها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً.